زيزو، ايه يا احمد يا سيد زيزو، بتتنطط على الزمالك وعامل نفسك فيها لاعب كبير وعايز تجدد وتزود من عقدك، فاكر نفسك مين يا احمد يا سيد زيزو؟ ما تفتكر مؤمن زكريا ولا كهربا ولا طارق السيد او طارق السعيد زمان، ولا ما تفتكر رضا عبد العال؟ انت مين يا سيد زيزو؟ الزمالك هو اللي عملك، ولا انت عشان من عينه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي الناشئين زيك زي بقى مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويمسيه بالخير، ولا كهربا؟ انتوا كلكم بتيجوا هنا الزمالك عشان ينجمكم، عشان تبقى لكم قيمه وتروحوا منتخب مصر. كبر الصغير عليك، مش عايزين نكمل بقى. احمد السيد زيزو بيتنطط على الزمالك وجمهوره ومرتضى منصور، وبيوجه رساله لمرتضى منصور، هو انا اشمعنى انا اللي ما تزودليش عقدي؟ وليه امام عاشور يطلع بعقد احتراف كبير زي ده وانا عايز اتساوى بعلي معلول؟ ده كفاية ان سامسون اكنولا بياخد عقد قريب من عقدي. هو مين سامسون اكنولا ده؟ انا اقدر اجيب لكم عقد واحترف بره، يا تزودوا لي عقدي يا اخرج. ما تخرج يا زيزو. هو انت مين يا زيزو؟ انت زيك زي محمد شريف، ظاهرة مؤقتة. عملت ايه يا احمد يا سيد زيزو الموسم ده؟ ولا اي حاجة. عملت ايه في مباراة السوبر قدام الاهلي، ولا المباراة في الدوري قدام برضو الاهلي، ولا ايه بصمتك بقى في نص النهائي اللي خرجنا منه بفضيحة في كاس مصر، ولا عملت ايه قدام الهلال السعودي بعد ما جددنا لك؟ افتكرت نفسك ميسي وبقيت تلعب بالشوكة والسكين؟ فكر كويس فيها يا احمد يا سيد زيزو، انت مش اكبر من الزمالك. بلاش ظاهرة الموسم الواحد ده، سيبك يا سيدي من ظاهرة الموسم الواحد ده. هو انت من بعد ما جددنا لك ده انت اللي بسببك وعلى رأي ميدو انت اللي فشخت بالبلدي غرفة الملابس، انت اللي بسببك الزمالك باظ. او انت هتكون اكبر من طارق حامد ولا امام عاشور ولا فرجاني ساسي او بن شرقي؟ انت هتكون كواليتي اعلى من بن شرقي؟ انت مين يا زيزو؟ عملت ايه في تاريخك؟ انت عملت ايه في تاريخك؟ انت لولا امير مرتضى وطارق السيد ما كنتش جيت الزمالك، انت كنت محترف في اوروبا. هو اللي بيحترف في اوروبا بيرجع على مصر عشان يكبر؟ الناس عايرونا بيك لما جبناك. احنا الناس كانوا بيعايرونا بيك لما جبناك. قالوا مين احمد السيد زيزو ده؟ مين اللاعب ده؟ انتوا جايبين لاعب مجهول غير معروف، مين اللاعب ده؟ ما تجيبوا لنا لعيب عدله. والزمالك نظفك وخلاك لاعب رقم واحد في مصر. اتعلمت في الزمالك يعني ايه كوره، من مدرسه الفن والهندسه. عارف يعني ايه زمالك؟ يعني حسن شحاته، يعني حماده امام، يعني نجم النص فاروق جعفر، ملك نص الملعب فاروق جعفر، يعني طه بصري، يعني اسماعيل يوسف وابراهيم يوسف، يعني هشام يكن وجمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر في كاس العالم للانديه. انت هتيجي مين يا احمد يا سيد زيزو جنب دول في كاس العالم؟ انت هتيجي مين يا احمد يا سيد زيزو جنب الناس دي؟ فكر فيها يا احمد يا سيد زيزو وهتعرف حجمك الحقيقي. مش هتبقى اكبر من الناس دي ابدا، ولا اكبر حتى من نادي الزمالك. فكر فيها كويس.